احنا طالبين انه يقع الحكم بعدم سماع الدعوه بالنسبه لسمير الوافي، لا على خاطر معناها تمت بمرور الزمن، ولكن بالاساس لانه بالفعل جناح موضوع الاحاله ماهيش متوفره من الناحيه القانونيه وحتى من الناحيه الواقعيه. انتم شفتوا معناها سمير الوافي تكلم باريحيه كبيره بدون حسابات، كل اللي صار الشيء هذا كان صرح به قبل وعاودوا قدام فرقه الابحاث وعاودوا اليوم قدام القاضي حتى بدون من يسال القاضي، صرح اللي عنده الكل انه عنده قناعه هو بالنسبه لي انه في اطار عمل صحفي، وهو بيدو حتى في اخر كلمه وقت الرئيس طلب منه معناها شنو الطلبات نتاعو، وهو اكد على الجانب هذا وعلى خصوصيه وطبيعه العمل الصحفي اللي في بعض الاحيان يعني لابد انه تستعمل معناها حاجات اللي ممكن يعتبرها البعض أخلاقية أو لا أخلاقية، ولكن اللي يهمنا إحنا كلسان دفاع هي تبقى في كل الحالات وسائل قانونية ومش ممكن ترقى إلى درجة معناها التجريم، وخاصة درجة أنه يقعد معناها في حالة إيقاف لمدة توا 6 أيام، وإحنا نتمنى توا المفاوضة تكون في صالحنا وتحكم إن شاء الله على سماع الدعوة. أنا كم شفتوا أنتم اليوم الملف بتاع سمير الوافي ما كانش يكون موجود لولا الملف الأول اللي الناس الكل تعرفوه، لأنه إذا كان وهذا شيء أكد معناها اللي هالابتزاز والتحية مش موجود، لأنه الإنسان اللي يقع ابتزاز والتحية عليه سنة 2012 بداية 2012 يتشكى في مارس 2015، ما نعتقدش أنه إنسان عاقل يكون تعرض للتحيل ويمشي يتشكى. ووضحنا لكم أنه في نهاية الأمر راه ما فماش إشكالية، في نهاية الأمر المرأة هذه قالوا لها عندك سي دي جات وعطات السي دي، وفي آخر محضر البحث قالوا أنا نحب التتبع العدلي معناها ضد فلتان الفلاني. وبالتالي في نهاية الأمر لو لم تكن القضية الأولى لما كان سمير الوافي اليوم الماثل أمام الدائرة الجناحية.